بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. في رسالة في منتهى الروعة، في منتهى الروعة، لأنها احنا في شهر ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. فواحد بعت رسالة ملخصها: هل يوجد مبرر للرشوة أو للسرقة؟ هل يوجد مبرر لها؟ هو بيقول أنا مرتبي ضعيف، وبيسأل هل المرتب الضعيف مبرر للسرقة أو للرشوة؟ يعني أنا الرسالة دي وقفت عليها عشان تنبيه عام. أنا كنت صغير، كان سني مثلا قول 18 سنة، والدي الله يرحمه رحمة الله عليه كان راجل عاقل ومتدين جدا، متدين جدا، كان رئيس محكمة النقض، وكان على يعني مبادئ وأخلاقه كده. فأنا رحت قعدت معاه كده شوية، قلت له ربنا بيقول في القرآن: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. قلت له: معقولة يا ابويا اللي نسي العشاء يبقى ده المكذب اللي بيقول ربنا مش موجود؟ قال لي: مش فاهم، مش فاهم بتقول ايه. قلت له: لما قريت القرآن كان سني 18 سنة لقيت ويل للمكذبين، بلاش الحرامي اللي سرق في الميزان، ويل للمطففين. قلت له: معقول يا ابويا المطفف الحرامي والمكذب الذي كذب بدين الله يتساوى مع واحد فوت المغرب او العشاء؟ قال لي: طب قول لي رايك كده. كان بنتربى تربيه صح. قال لي: طب قول لي رايك. قلت له: هو يعني مصلي بس ما الصلاه ما فادتوش، زي واحد بياكل ولسه جعان. قال لي: مش فاهمك. قلت له: منافق، هو بيصلي عشان يثبت للناس انه بيصلي، لكن بيعمل كل ما نهى عنه ربنا، هو ده اللي الويل له. قلت له: لو حضرتك تلاحظ كمان اللي بعد الايه: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. قلت له: بص حضرتك بقى اللي بعدها: الذين هم يراءون. يراءون يعني منافق. انا لا اعتقد أنه يوجد مبرر لأنك تاخد رشوة أو تسرق، لا يوجد أي مبرر. وأنا هقول كلمة، طبعا كتير من الناس، مش كتير الحمد لله، مش كتير، قليل من الناس هيعترض عليها: البركة. ده ممكن واحد ب3000 جنيه في الشهر يعيش أفضل من واحد معاه 30,000. احنا مش بنقول تخريف، هذا واقع، وانزلوا الشارع شوفوا. ده في واحد مليونير وتلاقيه بيلطم مليونير، واحد بسيط جدا جدا وراضي، والبركة ربنا حطها في ماله وعايش كويس جدا، بيربي ولاده كويس وبيعلمهم. ما تقوليش ازاي، ما تقوليش ازاي. انما ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هتلاقي راجل انا وقفت هذا الموقف مره، انا رايح اخلص شغل، فين الموظف اللي هيخلص شغل؟ قالوا لي بيصلي. فضلت مستنيه، جه راجل بعد ربع ساعه ما رضيش يعمل لي حاجه الا لما ادفع رشوه. اتخانقت معاه خناقه كبيره جدا، مش عشان الشغل مش عايزه ولا الرشوه، كانت ما هيش مبلغ، لكن عشان جاي من الصلاة. قلت له: تصدق بالله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نزل عشانك، نزل عشانك ان انت ما احترمتش الصلاة. ما فرضت الصلاة الا لتحسين الاخلاق، بلاش، ما فرضت العبادات كلها الا لتحسين الاخلاق. في ناس فاكرة العبادة دي حاجة والاخلاق حاجة، ده العبادات كلها فرضت لتحسين الأخلاق. الصيام
لو لغوت في الصيام فلن ينالك من الصيام غير جوعك وعطشك، كأنك ما عملتش حاجة. بلاش الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثلاث حاجات في منتهى الخطورة. الحج ما تروح، لا رفث ولا فسوق في الحج. خلاص عايز ايه بعد كده؟ عايز ايه اللي مطلوب بعد كده؟ ايه ده؟ ربنا مش طالب مننا يا اخوانا غير اخلاق، غير اخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. تقول لي اخد رشوه او اسرق ويبقى عندك اخلاق؟ اسف، اسف جدا جدا يعني. ده احنا زمايلنا اللي بيبالغ في الكشف، في قيمة الكشف اللي بيبالغ فيها، بنقول له ما صحش، ما صحش. ليه؟ لان ده اللي جاي لك يقول لي طب ما انا ما قلتلوش يجي. لا، هو مضطر، هو مضطر. انت راجل شاطر جدا وفي الفرع بتاعك متفوق جدا، فلا تبالغ. وانا بنصح كل ولادي، ماليش دعوه بالزمايل، كل واحد حر، ولادي اللي متخرجين جديد، اوعى يا ابني تبالغ في كشفك. الفلوس ماده، ماده بنستخدمها، انما تعمل حرام لا. السرقه حرمت والرشوه حرمت. فانا بقول لك يا صاحب هذه الرساله، حذاري تدخل جيبك قرش حرام. تقول لي الرشوة، أقول لك حرام. السرقة حرام. تدخل قرش حرام، ما تضمنش إيه بكرة اللي هيحصل. الحمد لله إن ربنا زي ما قال إنه منتقم، قال إنه رحيم. زي ما قال ربنا إنه منتقم وجبار، قال إنه رحيم. فاستخدم الرحمة، ما تغلطش، عشان لو حصل أي حاجة ما تندمش. أنت مش عارف بكرة هيحصل إيه، بكرة ما تعرفش هيحصل ايه. احنا كلنا يعني تحت مظلة رحمة الله. طب كيف اكون تحت هذه المظلة وانا ما بسمعش كلام؟ ما بسمعش كلام. انت لو في مدرسة وما سمعش كلام المدرس او الناظر هتترفد. ده مين؟ ده مدرس وناظر. فما بالك بالخالق. الخالق سمع بدون مناقشة. الرشوة حرام، لعن الله الرشي والمرتشي، انتهى. السرقة حرام. على فكرة ربنا لما حرم السرقة ده بيحميك، ده بيحميك. وهو لما حرم السرقة بحمي فلوسي. انما لو كان سابنا لكل واحد يعمل اللي هو عايزه، كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. صاحب هذه الرسالة، قول يا رب، قول يا رب، وربنا ان شاء الله هيوسع عليك ويكرمك جدا جدا جدا. نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. قبل الفاصل كنا بنرد على الاخ العزيز، وكويس انه سأل. السأل دي حلوة جدا جدا، ان هو متردد. اللي بيسأل هل المرتب الضعيف يبرر الرشوة أو السرقة؟ قلنا له لا، لا يبرر ده ولا يبرر ده. علاء محمد الوهيدي، السلام عليكم يا دكتور. اسمي علاء الوهيدي، 39 سنة، من مصر. ضربات قلبي بتسرع عند النرفزة أو الخوف الجامد، لدرجة مش ببقى قادر أخد نفسي، بحس إني بموت. وكشفت قبل كده وعملت جميع الفحوصات المختصة، والدكتور قال لي دي حالة نفسية مش أكتر، ومشاني فترة على كذا. المشكلة إن في كذا ده بياخد وقت عشان يشتغل. هل يوجد أي نوع من برشام مثلا يمتص يكون مفعوله أسرع في خلال دقيقة، أو حاجة أعملها تبطئ ضربات القلب أسرع من كده؟ سؤال جميل جدا جدا. هو جميل، ويعني أثبت إن الناس فعلا الوعي الطبي عالي جدا. يعني بيكلم على امتصاص دواء، ده وعي طبي غير عادي يا محمد يا وهيدي، ده غير عادي. احنا بناخد، هنتكلم الاول على فكرة امتصاص الدواء دي عشان ان في ناس كتير عايزة تعرفها. يعني ساعات اكتب لك دواء اقول لك ايه، الدواء ده يتاخد كل 8 ساعات.
بلاش الدواء ده بيتاخد كل 24 ساعه، الدواء ده بيتاخد كل 12 ساعه. ايه الكلمه دي؟ ما هذا؟ هل ده يعني كده الدكتور بيألف؟ لا، الدواء ده بتاخده ببقك تبلعه، يخش الامعاء، يخش الدم، يشتغل الشغله اللي انا عايزها. في دواء بيوسع الشرايين اشتغل، دواء بيوطي ضربات القلب اشتغل، دواء بيضيع الصداع اشتغل، دواء بيضيع الام الركب اشتغل. لكن هيفضل في دمك؟ هيفضل في الدم؟ انا في الامعاء اهو، الدواء دخل الدم وعمل اللي انا عايزه، هيفضل قاعد في الدم؟ اطلاقا اطلاقا. الكلى او الكبد او حاجات تانية تخرجوا من الجسم. يعني هفترض الدواء 200، اخدت ال 200 في الامعاء، ال 200 دخلوا في الدم، بعد 8 ساعات ال 200 دول هيبقوا صفر، الكلى خرجتهم كلهم. او ما اقول لك ايه، تاخد الدواء تاني كمان 8 ساعات، لان انا عارف بيخرج امتى، او بعد 12 ساعه او بعد 24 ساعه. يبقى اذا كل دواء له معدل في الخروج، معدل، ده اللي بيخلينا نقول ده يتاخد كل قد ايه. تمام. طيب هل كل دواء بيخش الدم بنفس السرعه اللي بيخش بيها الدواء التاني؟ الاجابه لا طبعا. ده في دواء يمتص من الفم، من الفم اللي احنا ساعات نقول لعيان ايه، ابقى حط قرص تحت لسانك، لانه بيمتص من الفم ويشتغل بسرعه جدا جدا. في دواء هيمتص من الامعاء في اولها او في نصها او اخرها، هياخد وقت. فالدواء اللي انت قلت عليه فعلا امتصاصه ابطا من اي حاجه تانيه. دي القضية الأولى اللي أنت بتسأل عليها، هل هناك دواء أسرع ولا لا؟ مش من حقك تسأل هذا السؤال. اللي كتب لك الدواء تسمع كلامه، اللي كتب الدواء تسمع كلامه. لكن أنا هتكلم على ضربات القلب السريعة. ضربات القلب السريعة ده موضوع مهم جدا، لأن في ناس كتير جدا بتشتكي منه. يوم ما اتولدت يا محمد يا هويدي، يوم ما اتولدت فاكره؟ قول يا سلام، ده انا فاكره كويس جدا، ده انا يوم ما اتولدت كان يوم جميل. اقول لك فاكر قلبك؟ تقول لي اه. اقول له فاكر كان بيدق؟ تقول لي اه. حسيته؟ تقول لي اه. كلنا يوم ما اتولدنا حسينا ضربات قلبنا، خلاص. طيب ليه؟ القلب كده بيخبط في صدرك، بيخبط في حسيتك اهو، وهو بينقبض كده بيعمل كده، هو بينقبض ويلف. الانقباض ما يخليكش تحسه، هو بينقبض ويلف يقوم يخبط في الصدر تحسه. لكن ربنا عمل عندنا ظاهرة سبحانه وتعالى رائعة، ظاهرة رائعة اسمها التأقلم او التبلد او التكيف. فانت بعد اسبوع خدت على الخط دي، خدت عليه، ما بقتش احسها. انا دلوقتي مش حاسس ضربات قلبي، ليه؟ لاني متاقلم على الخبطه دي. تقول لي متاقلم على ايه؟ اقول لك ثلاث حاجات. تاقلمت على ثلاث حاجات. واحد، عادتها. اتنين، انتظامها. ثلاثه، قوتها. القوه كده بتخبط كده، انا متاقلم على دي، ما بحسهاش. عادتها ما بحسوش، انتظامها ما حسوش. اذا لو حسيت دقات قلبي تاني يبقى حاجه من الثلاثه باظت، يبقى حاجه من الثلاثه باظت. واحد، سرعتها اتغيرت. اي واحد فينا ممكن يحس ضربات قلبه لما يطلع السلم. لما يطلع السلم انا قلبي كان 70 او 80 او لحد 90 ماشي، اما طلعت السلم بقى 120، بقى 120 حسها لان العدد اتغير. او مريض الضغط، في اول ما الضغط يجيله، اول ما الضغط يجيله هيحس ضربات قلبه لان قوة القلب بتزيد في الضرب. او لو تلاحظوا ناس كتير جدا
يقول لك انا ما احسش غير ايه، قلبي فوت، قلبي فوت، او ده انتظام، ما تحسش الا القلب الدقه الغلط، ما تحسش غير الدقه الغلط، الباقي كله سليم لان هو انت متعود عليه. يبقى لما يجي عيان يقول لي انا حاسس دقات قلبي، السؤال الاول سريعه ولا بطيئه؟ يقول لي لا سريعه. منتظمه ولا غير منتظمه؟ يقول لي منتظمه. اقول له هل حصل بالها قد ايه؟ انت بالك قد ايه بتعاني؟ ونساله كذا سؤال ونكشف عليه ونعمل له الابحاث اللازمه عشان نعرف ليه حصل خلل في ضربات القلب. انت بتقول عند النرفزه قلبي بيزيد دقاته. طب هل ده مرض؟ دقاته بتزيد هي اللي مرض ولا النرفزه هي اللي مرض؟ يعني احنا ما انا بسال سؤال اهو، انت لما بتتنرفز دقات قلبك بتزيد، طب ما عادي، ما عادي. اي واحد فينا ينفعل بيطلع عنده هرمونين في منتهى الخطوره، هرمونين في منتهى الخطوره. الغدة اللي فوق الكلية لها قشرة ولها لب، الغدة اللي فوق الكلية مثلثة اتنين يمين وشمال، لها قشرة ولها لب، اللب ده بيطلع مواد عند النرفزة فقط بس. يعني خلي واحد ينفعل يقوم تطلع، طبعا انتوا سمعتوا عليه الادرينالين واللا ادرينالين اللي هو النور ادرينالين، ده بيطلعوا بيزودوا ضربات القلب ويزودوا قوته كمان. يعني عندي مشكلتين، الضرب زاد والقوة زادت. الغدة دي لا تعمل إلا في الانفعال، يعني اللي مش منفعل ما خلي الغدة دي في أجازة. لذلك أنا بقول للطلبة كلمة جميلة جدا جدا عشان يحفظوا، أقول لهم نسميها غدة البخ. اللي يقول لك بخ تشتغل، انما طول ما فيش بخ مش هتشتغل. طب ما الانفعال ده بخ، انت بتنفعل بتطلع المادتين دول، المادتين دول بيعملوا اكثر من حاجة في الجسم، بيعلوا الضغط، اللا ادرينالين ده بيعلي الضغط، بيزود ضربات القلب، يخليك تعرق، يخليك احساس بالخوف. تقول لي طب ربنا عاملها ليه؟ سبحان الله، سبحان الله، ربنا عاملها لنا تأذينا. اقول لك لا، ده أهم غدة في الجسم، بعد كذا غدة كده من المهمين جدا جدا. تقول لي ليه بقى مهمة؟ طلع عليك أسد. أنا ماشي في الشارع لقيت الشارع الجانبي طلع لي أسد، أنا محتاج أجري وفلسع، عايز لازم ضغطي يعلى وضربات قلبي تزيد وأعرق ونعطل الانسولين، ما تحرقش السكر دلوقتي ده انا محتاجه. بتعمل عمايل غير عاديه لا يقال فيها غير سبحان الله. يبقى الغده دي احتياطي. فين؟ في الاسترس. اللي دايما منفعل واقل حاجه يتخانق وكده بيعلى الهرمونات دي عنده تاذيه. على فكره ممكن يجيلك ضغط، يعني انت بتشتكي ضربات قلب كتير مش مهم، مش مهم، لكن ممكن يجي لك ضغط عالي كل شويه يعلى وينزل، يعلى وينزل، بعد كده يعلى وما ينزلش. فاحنا بنحذر كل واحد من الانفعال. انت رحت لدكاتره كتير وقالوا لك ما فيش حاجه، صدقوا ان ما فيش حاجه. لكن انا بسال سؤال، هل انت عملت هولتر؟ ما هو الهولتر؟ هو رسم قلب 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة. ما هو الهولتر؟ هو جهاز زي الموبايل بالظبط، بتحطه في جيبك ويوصله بصدرك ويعمل رسم قلب لك خلال هنقول 72 ساعة. في بعض الناس بتكتفي ب 48 ساعة، وأقرا أقرا أشوف القلب عمل إيه وأنت نايم، وأنت طالع السلم، وأنت صاحي، وأنت بتتخانق، لما كلت، كل ده متسجل، بدل ما تبقى قصة. لماذا؟ انت جاي تقول لي ضربات قلبي سريعة ماشي ده قصة، طب انا هكشف عليك، طب ما اثناء الكشف انت زي الفل، اثناء الكشف انت زي الفل لانك هادي. وفي ناس كتير لما تشوف الدكتور ترتاح، فما هياش مقياس. لازم نعمل هولتر
والهولتر 48 او 72 ساعه هيطلع لي تشخيص في ثانيه. لكن الدكاتره اللي شافوك اكيد مطمنين. ليه؟ في رسم قلب او في اي حاجه. سنك 39 سنه اللي هو المنطقه اللي احنا بنسميها الرمادي، الرمادي يعني انت في الجري زون. صغير قوي ما بنخافش على الشريان التاجي، كبير قوي بنخاف على الشريان التاجي، لكن انت في النص. طب احسبك صغير ولا كبير؟ لازم نطمن على الشريان التاجي لان ده مهم جدا جدا جدا. في حاجه اسمها رسم قلب مجهود، في حاجه اسمها ايكو بالمجهود بالدواء، المجهود الدوائي. كل دول هيطلعوا لي انت مين، انت شريان تاجي ولا لا. لكن لا ننسى ان قد يكون ارتفاع ضربات القلب السريعه سبب ملوش علاقه بالقلب خالص، سبب ملوش اي علاقه بالقلب، مثل نشاط الغده الدرقيه. نشاط الغده الدرقيه، نشاط الغده الدرقيه يخلي القلب اسرع. طب وبعدين؟ يبقى هي اللي هتعالج. ده انا عالج قلبك ابقى غلطان، انا عالج الاصل وهي نشاط الغده الدرقيه. خلل في ايونات الدم زي الصوديوم او البوتاسيوم بيغير ضربات القلب تماما. لكن الضغط العادي، يعني قد تكون انت مريض ضغط عالي بس ما تعرفش. ففي برضه هولتر زي اللي قلت لك عليه ده بس للضغط، جهاز الضغط بيتربط على ايدك ويقيس لوحده 48 ساعه، كل 3 ارباع ساعه يقيس ويشوف لي وانت نايم ايه وانت صاحي ايه، ضغطك اقصى حاجه ايه واقل حاجه ايه. دي حاجات مهمه جدا جدا لان دي اسباب مباشره لضربات القلب. يبقى هنشوف ايونات الدم، كالسيوم، فوسفيت، صوديوم، بوتاسيوم، كل الحاجات دي، مغنيسيوم. هنشوف الغده الدرقيه، هنعمل هولتر رسم قلب، وهنعمل هولتر ضغط عشان نطمن عليك. انما الشكل اللي انت بتقوله ده واحد سليم، مش قصدي سليم يعني سليم، قلبه سليم. الرساله لما قريتها شكلها واحد قلبه سليم لكن انفعالي. 39 سنه بتنفعل مالكش حق. احنا نسيب الانفعال ده لسن 15 و16 و18 اللي هم الشباب دول. انما 39 سنه الواحد بقى عقل، عقل يعني مفيش حاجه تنرفزه. ليه؟ انا هقول لك حاجه يا محمد، هقول لك حاجه. افتكر اللي اتنرفزت عليه السنه اللي فاتت، يستاهل؟ يستاهل؟ طبعا ما يستاهلش. عشان كده ناخد فاصل. قبل الفاصل كنا بنتكلم على ضربات القلب ونصحنا المريض نعمل هولتر للضغط وهولتر لرسم القلب وان شاء الله ما فيكش حاجه خالص، وحذاري من الانفعال. انت ما سمعتش على واحد منفعل ووقع؟ ما سمعتش عليه؟ ما سمعتش على واحد في ماتش كوره متعصب جدا وجه جون فيه في الفريق اللي هو بيحبه وجاله نزيف في المخ؟ ما سمعتش عليه؟ ما سمعتش على الناس قلبها توقف من الانفعال في خناقه؟ بلاش الانفعال ده، لا يعني ابعد شيء عن الرحمه. الانفعال صفه وحشه جدا جدا. يعني ساعات اسال نفسي سؤال كده، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي عرفنا عنه انه ما انفعلش، طب احنا شفنا اللي هو شافه؟ احنا شفنا اللي هو شافه من الكفرة ومن الملحدين ومن المنافقين قالوا على مراته ايه، ومن يعني ومع ذلك كان زي ما بنقول احنا ستيبل، ثابت مشاعره ثابتة. فانا بنصحك يا ابني وبنصح كل واحد سامعني يبعد عن الانفعال، الانفعال ظاهرة وحشة جدا جدا. علاء هدية بيسأل سؤال جميل جدا، ما
برضه هيفتح لنا موضوع حلو قوي. بيقول لي مساء الخير يا دكتور، عندي كرياتينين دايما 1.2، هل ده طبيعي؟ ثابت على كده من 5 سنين، عملت سونار كله تمام بس شوية دهون على الكبد. جميل جدا جدا يا علاء يا هدية. الكرياتينين مادة يعني احد نتائج التمثيل الغذائي في الجسم، مادة، وهذه المادة المسؤول عن اخراجها هي مادة مش لطيفة، ما يجيبش تقعد في جسمك، فربنا مدي امر للكلى ان هي اللي تخرج. يا كلى خرج الكرياتينين سمعا وطاعة، فالكلى بتطلع الكرياتينين، فالكرياتينين يبقى له رقم، مش معقول الكلى هتطلع الكرياتينين يبقى 0، انما هيبقى 9 من 10 او 1. خلاص صاحب الرسالة بيقول ده 1.2، طبعا ده مش طبيعي، احنا بنقول من 9 من 10 لواحد وواحد من عشر، 1.2 علي 1 من 10، لكن 1 من 10 دي مهمة جدا، ما تستهونش، دي مهمة جدا. طيب تعال بقى يا علاء نشوف الواقع ايه. لو كرياتينينك 1 وبعد اسبوع بقى 1.1، وبعد اسبوع بقى 1.2، وبعد اسبوع بقى 1.3، يعني بيزيد 1 من 10 كل اسبوع، متخيل معايا؟ تقول لي طبعا متخيل. واحد كرياتينين وثلاثة، احنا الطبيعي 9 من 10، كرياتينين وثلاثة وثابت، بقيس له بعد شهر 3، بعد شهر 3 هو الثلاثة هو ده احسن من اللي بيزيد كل شوية. تخيل، مع ان 3 اقل من 1.1، 1.2، 1.3 ده لسه في الواحدات، لكن احنا دايما نشوف خطورة الحالة في الكلى، خطورتها بمعدل الارتفاع، هو بيعلى كريدي كل قد ايه، هو ده اللي يقول لي. ده انا يعني عندي عيان مثلا او عيانين كرياتين 3 لكن ثابت ما يخوفنيش، طبعا له علاج طبعا بس ما يخوفنيش قوي. ليه؟ لان الارتفاع هو اللي يخوفني. انت بتقول ده 1.2 وبقاله 5 سنين، ده احنا نرفع لك القبعة ونرفع للكرياتينين القبعة. لماذا؟ ده 5 سنين 1.2 ده رقم رائع، ولكن تكر. تقول لي اتكر من ايه؟ كمية المية اللي بتشربها، لازم نعمل لك حاجة اسمها توازن سوائل. توازن سوائل، كمية المية اللي بتشربها مهمة جدا جدا جدا. 2، كمية البروتينات الحيوانية اللي بتاكلها. تقول لي يعني ايه بروتين حيواني؟ يعني لحمة او فراخ او جمبري او سمك، كل دول تحت بند واحد، اللي بتاكلهم دول نخلي بالنا. نمرة 3، هيجي رمضان هنقول لك يا علاء يا هدية ممنوع الصيام، ما تزعلش، لان قلة المية على مدى 18 ساعة قد، خلي بالك من قد تتسبب في ارتفاع الكرياتينين، ودي حاجة مش لطيفة. فدكتور قال لك ما تصومش، انتهى خلاص، هنراقبه ونشوف. انت بتقول عملت موجات صوتية على الكلى لقيتها تمام، احمدك يا رب. هل ممكن الموجات الصوتية اللي على الكلى تفيدني في الكرياتينين؟ طبعا. افرض واحد الحوالب مقفولة، طبعا وظائف الكلى هتعطل والكرياتين هيعلى، بس ده له جراح، ده اللي هيعالجه استاذ مسالك بولية مش بتاع كلى، لان عنده حلبين مقفولين سواء بتليف او اي حاجة او حصى او اي حاجة. الموجات الصوتية زي ما بتطلع حالة الحالب في اختناق، لا بتطلع انسجة الكلى، هل انسجة سليمة ولا بايظة، حجم الكلى هل صغير ولا بحجم الطبيعي، فمفيدة جدا جدا. انا بعتبر موجات صوتية على القلب رقم 1، موجات صوتية على الكلى رقم 2، ثم بقى الكبد والطحال والرحم
لكن الكلى مهمة جدا الموجات الصوتية فيها. فهنعمل احنا واحد واتنين من عشرة بدم ثابت ما يخوفش، مفيش داعي للصيام. هنعمل لك توازن سوائل. واحد يقول لي يعني ايه توازن سوائل؟ يعني خلي كمية المية كافية ما نعطش. تقول لي يعني طب انا عايز احسبها، اقول لك احسب بولك قد ايه، احسب بولك قد ايه. البول مثلا لتر، يبقى انت مفروض تشرب مية لتر ونص، احنا بنزود نص لتر على حجم البول. من الحاجات اللي ضحكتني جدا جدا جدا، كنت بشرح هذا في كلية الطب في المدرج، بقول العيان ياخد بوله و500 سنتي. فبعد المحاضرة جالي طالب قال لي مش بوله طعم وحش؟ غيرت الجملة، ياخد حجم بوله و500 سنتي. فاحنا ده توازن سوائل. ساعات نحتاج ازيد، هقول لك ساعات احتاج ازيد، يعني بدل لتر انت بتجيب لتر، بدل ما اديك لتر ونص اديك لترين، حسب حالتك وحسب تحاليل اللي طلعت. انما تكر ممنوع الصيام، تكر ممنوع البروتينات بشدة، تكر ضغطك اوعى يعلى، اوعى تحليل بولك ما يكونش فيه التهابات صديد. كل الحاجات دي مهمة جدا للحفاظ على الكلى. انت كلوتك تقول لي اي واحد كده، اقول لك لا، الكرياتين بتاعه 9 من 10 خلاص ما عندناش مشكلة، انما ده 1.2 من 10، فده بنخاف عليه لا يعلى. احسن كلمة قالها في الرسالة ان هذا الكرياتينين بقى له 1.2 من 10 خمس سنين. دي حاجة كويسة جدا جدا. اتمنى لك يا رب الصحة والعافية وتبقى زي الفل يا علاء يهدي. مي رفعت بتقول ماما عندها 48 سنة، عملت عملية الغدة، طبعا هي اصدار الغدة الدرقية طبعا، شالتها بس كان في جزء سليم موجود ما استأصلش، فكل شهرين بتعمل تحليل عشان نشوف النسبة. اخر تحليل طلع تي اس اتش 5.7 من 10. الدكتور اداها جرعة معينة من الدواء، بعد ما كانت بتاخد 50 بقى اديها 100. ضربات قلبها زادت قوي وتعبت، فالدكتور قال لها نرجع ل50 تاني. هي كده ماشية صح ولا غلط؟ طبعا صح طبعا. انت مع دكتور، على فكرة دكاترة مصر سوبر. انا رحت امريكا ورحت فرنسا، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم يمين اتحاسب عليه، الدكتور المصري لا يقارن بالناس دول. تقولي طب مال اللي بيتعب بيروح امريكا ليه؟ السيستم. الطب مش دكتور، الطب منظومة ممرضة ودكتور وجهاز ومستشفى وفلوس ونظافة وإدارة. أحسن واحد في المنظومة دي في مصر الدكتور، وأسوأ واحد في المنظومة دي بره الدكتور. دكتور بره مستور باللي بيعملوه، ما يغلطش. إنما احنا هنا ساعات يبقى في نقص في حاجة أو ما بتتعملش لعدم كان. إنما الدكتور المصري اوعى حد يشك فيه، الدكتور المصري قوي جدا جدا جدا، خاصة لو ما اكتفاش بالبكالوريوس. يعني أنا دايما في حفلات التخرج أقول لهم البكالوريوس اللي خدته ده شهادة إنك، لا مش دكتور، شهادة إنك تنفع دكتور. اللي معاه البكالوريوس الطب والجراحة ده ينفع يبقى دكتور. إنما لازم تختار فرع جراحة، بطنة، صدرية، قلب، نسا، جلد، عيون، اللي انت عايزه، وتاخد فيه شهادة اخرى او شهادتين او ثلاثة. هو ده اللي احنا بنحترمه. فانت الدكتور بتاعك ماشي صح جدا. عمر ما حد يعني قليلا، بلاش عمرا، قليلا لما نشيل الغدة كلها، قليلا جدا لما نشيل الغدة كلها. طيب مال بنشيل ايه؟ بنشيل ثلاث تخماس على الناحيتين، ونسيب الخمسين يعيش العيان. قد الخمسين يكونوا كفاية، قد يكونوا كفاية، وقد يكونوا مش قليلين. ايه اللي بيبينهم؟ التحليل اللي انت عملتيه، تي اس اتش لو علي يبقى ده الغدة انا محتاج مساعدة. بدأنا بجرعة
100 طلعت كتيرة ماهيش مشكلة، مش عيبة، هرجعها ل50 وافضل ممكن ال50 دي هتبقى 75 بعد شوية، ممكن ال50 دي ارجعها 100 تاني حسب التحليل بيطلع ايه والاعراض. والاعراض، الاعراض مهمة جدا جدا يا بنتي في الغدة بالذات. نشاط الغدة اعراضه سهلة واكيد والدتك عارفاها كويس اللي عملت عشانها العملية. نشاط الغدة عرق، خسية، خس مع ان الشهية حلوة جدا، بياكل كويس جدا، ضربات قلبه سريعة، يتنرفز من اي حاجة، اي حاجة تلاقيه متوتر جدا جدا، فدي الاعراض سهلة. طب لو الدواء زيادة الاعراض هتيجي، الاعراض دي كلها هتيجي وانت اكتشفتيها والدكتور بتاعك ما شاء الله عليه، ما شاء الله راجل عمل اللازم، لقى ان الهرمون وطي فابتدى يغير الجرعة. وكل علاج، معظم الحاجات في الطب بنسميها كلمة احفظيها يا مي، احفظيها، ترايل اند ايرور، المحاولة والخطأ، المحاولة والخطأ. عين ضغط جالي، خد الأدوية دي. غلطة المريض المصري لو ما استجابش يروح لدكتور تاني. أنا رحت لفلان وكتب لي الدواء ده للضغط وضغطي ما نزلش. طب ما حدش قال لك ده أنت هتروح له تاني هيعدل. ليه؟ المحاولة والخطأ، أنا بحاول أول معاك وعايز أشوفك بعد أسبوع الضغط اتظبط أحمدك يا رب. الضغط ما اتظبطش هزود. كذلك الغدة. الغدة دايما العلاج محتاج مع العلاج التحليل. إن إذا ما عملش التحليل يبقى غلطان، أبقى غلطان جدا. انتظري بعد الفاصل يا مي يا رفعت. فاضل بقى رسالة حلوة جدا مليانة مشاكل كده، فهنقولها عشان نوعي الناس كده. دي رسالة حالة بوصلها لحضرتك، هو بيتابع حضرتك جدا وبلغني اوصل لحضرتك الرسالة دي. احمد عبد الرحمن هو اسم اللي كتب الرسالة، لكن هو اسمه اشرف، وكانت حالتي الصحية جيدة جدا. خلي بالكم حالته الصحية كانت جيدة جدا، يعني مرض فجائي، وفجأة تعبت وجالي جلطة في القلب وركبت دعامات، وفوجئت ايضا ان جالي السكر بعد العملية مباشرة، طبعا مش العملية قصده الدعامات يعني. وبعدها ايضا جالي التهاب خلوي في رجلي، في رجلي الاثنين، وورمت وحدث فيها تقرحات، ما كنتش ارتاح الا لما احطها في التلج. استمر ذلك اكثر من 3 شهور، ذهبت الى كل الاطباء اختلاف تخصصاتهم، بطنة وجراحة وسكر وقلب وغيرهم، وعلى العلاج الحمد لله اختفى الورم والتقرحات ايضا، لكن في تنميلة في القدم من اسفل مش بتروح ابدا، ومفيش اي دكتور فادني، برجاء الافاده وشكرا جدا لحضرتك. هو رساله جميله جدا، وجمالها انها مع بحث انا لسه قاريه في منتهى الروعه. هو بيقول ان عمل الدعامه واكتشف ان عنده سكر بعدها. لا لا خالص. تقول لي ده انا قايس السكر 100 مره وماله؟ انت مولود بالسكر، بس علي بعد الدعامة. ركز، هو ابتدى يعلى، يعني انت مريض سكر بس ابتدى السكر يعلى بعد الدعامة. تقول لي انا مش فاهم ايه اللي بتقوله ده، يعني انا مريض سكر وسكري طبيعي؟ ايوه، ده انا هقول لك البحث قال ايه بقى، هقول لك البحث قال ايه عشان تتمتع بالطب. قال ايه البحث؟ مضاعفات السكر قد تحدث قبل، خلي بالك من قبل، ارتفاع السكر في الدم. تخيل، يعني واحد مولود من عيلة فيها سكر وعنده الجين وكل حاجة، ممكن مضاعفات تحصل ولسه السكر. معلش انت حصل لك كده، رجليك والشريان التاجي والتهاب اطراف الاعصاب حصلوا عندك، بس انت السكر ابتدى يطلع بعد شوية، يعني السكر كان مؤدب معاك، سبق الاول جاب لك المضاعفات وبعدين جاب لك السكر بان.
الشريان التاجي اللي ركبت فيه دعامه ده احد مضاعفات مرض السكر. تعال بقى التنميل الرجلين. تنميل الرجلين اللي محدش لاقي له حل معاك، كلهم لهم حق، كل دكتور شافك له حق. لماذا؟ تنميل الرجلين في السكر يساوي التهاب اطراف اعصاب. تاني، تنميل الرجلين في السكر تساوي التهاب اطراف اعصاب. ملوش حل، ملوش حل. العلماء شالوا وتهبدوا عشان يحلوا المشكله دي، ما عرفوش. يقول لك طب ادي فيتامين بي، ما بيعملش حاجه، ولو حقن حتى ما بيعملش حاجه خالص. اذا انا اتحمل التنميل. في ادويه بتقلل التنميل شويه، ما بننصحش قوي بيها، لكن انت تتحمل هذا التنميل، لان التنميل التهاب اطراف اعصاب، والطب ما وصلوش. يا رب ادينا العمر لحد ما نشوف دواء طلع لالتهاب اطراف الاعصاب في اللي بياخدوا قراص اكتر من اللي بياخدوا انسولين. التهاب اطراف الاعصاب في اللي بياخدوا قراص اكتر من اللي بياخدوا انسولين. ليه؟ لان في نوع من انواع السكر اسمه سوربيتول، نوع من انواع السكر هو اللي معتمد عليه العصب، بيبوظ مع السكر. الانسولين يصلحه شوي، فيبقى ما عندكش مشكلة في هذا السكر بتاع العصب. لكن هي يعني عدد كبير جدا من المرضى بنشوفهم عندهم الشكوى دي، تنميل ايدين او رجلين. ده ساعات تصل الى انه ما يحسش برجله، الشبش بيقع منه يعني وهو ماشي من غير ما يحس، مسمار يخش في رجله ما يحسش. خطيرة. عشان كده مرضى السكر بننصحهم دايما حذاري انك تقص ضوافرك. لازم ما تقص ضوافرك بحذر شديد جدا، لانك لو قطعت الجلد مش هتحس. لو المقص دخل على اللحم مش على الضفر مش هتحس، لان في التهاب اطراف اعصاب. العصب اللي انت بتحس بيه كل حاجه ما بيشغلش. فده الجزء من الرساله المهم. انما انت كمريض سكر، انا ما اعرفش انت سنك كام سنه، هل انت نوع اول ولا نوع تاني؟ احنا عارفين النوع الاول مرض مناعي بيحتاج انسولين، محتاج انسولين. النوع التاني مرض اسمه سكر نوع تاني، ممكن امشيه بالاقراص. تقول لي النوع التاني ما بياخدش انسولين؟ ممكن جدا، بس له حاجات يتاخد فيها. لكن النوع الاول ما فيش كلام غير انسولين، ما فيش كلام. النوع التاني ممكن انسولين او اقراص حسب حالتك. التهاب اطراف الاعصاب ملوش حل. سيادتك السكر عالي لكن انت مريض سكر، هو حظك حلو انه عالي عشان نخلي بالنا بقى من بقيه المضاعفات. القدم السكري خطيره، لكن بفضل الله، بفضل الله انت عندك خفيت، الورم راح والقرح راحت، واكيد خدت علاج كويس جدا جدا. فيبقى القدم السكري بعيدة شوية عنك. يبقى قضيتك كلها التهاب أطراف أعصاب، بتيجي بسهولة جدا. تقولي ممكن تيجي في أي حتة؟ طبعا، في عندنا هنا الأعصاب المخية ال 12 عصب، ممكن واحد يتاخد فيهم، السابع أو السادس يتاخد، يجي في إيدي، يجي في إيديك جدا. تشخيصه بنعمل له اختبار اسمه إيه؟ سرعة توصيل كهرباء في الأعصاب. سرعة توصيل كهرباء، بنشوف الكهرباء ماشية بسرعة كام، زي عربية ماشية وعايز تشوف الموتور كويس ولا لا، تشوفها بسرعة كام. برضو العصب الكهرباء ماشية فيه بسرعة معينة، في جهاز يجيبها زي جهاز رسم القلب اللي بيسجل كهربة القلب، ده بيسجل كهربة العصب، نشوفها بتمشي بسرعة قد ايه، ونقدر نتأكد من التشخيص هل هو فعلا التهاب اطراف اعصاب ولا حاجة تانية، ولا في حاجة تانية هي اللي مضايقاك واحنا مش عارفين. فأحمد عبد الرحمن أو اسمه أشرف، اظبط السكر جدا، مفيش عندي ديتيلز تانية، معلومات تانية، لا سنك كتبته ولا أنت بتاخد إيه ولا بتاخد أنسولين ولا لا، أنت نوع أول ولا نوع تاني، كل دي معلومات مهمة جدا للنصح. أنا ما بعالجش، أنا ما بعالجش بتاتا في التلفزيون بتاتا، وبكررها 100 مرة.
لكن بنصحك الدكتور بتاعك قطعا دكتور شاطر جدا، التنميل ملوش حل. وبعد نتعايش معاه يا سيدي، اما ترسي القصه كلها على رجل منمله ما هيش حاجه، نستحملها شويه. في ادويه بتطلع التنميل، بس انا ما بحبهاش قوي لان لها مشاكل اخرى. نلتقي الجمعه الجايه ان شاء الله.